الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة الكرام. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، هكذا كان مع الصغير ومع الكبير ومع الغني ومع الفقير ومع المرأة ومع الرجل ومع كل الناس، حتى قال من يخالطه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى جليسه أن أحدا أحب إليه منه. فهي درجة عالية من الأخلاق ودرجة راقية من السمو والآداب عليه الصلاة والسلام. واليوم نسلط الأضواء على مشهد من مشاهد سيرته الغراء صلى الله عليه وسلم، وهو هكذا كان صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. وحين نتكلم عن زوجاته لا يسع المقام أن نتكلم عن كل الزوجات، فقد تزوج عليه الصلاة والسلام بالبكر، وتزوج بالثيب، وبمن هي أكبر منه سنا، وبمن هي أصغر منه سنا، وبالأرملة وبالمطلقة، لأنه كان في موطن التشريع عليه الصلاة والسلام، وكان هو قدوتنا في كل شيء. فإذا تزوج الرجل بامرأة تصغره سنا أو تكبره سنا، أو حصل خلاف أو حصل وئام أو انسجام أو ما إلى ذلك، في كل ذلك سيجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوة له في كل صغيرة أو كبيرة في حياته. وقد ذكر لنا سر النجاة والخلاص في الدنيا والآخرة حين قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. والسيرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية، هي تطبيق عملي لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس، وفي تعامله مع زوجاته، وفي تعامله مع ربه سبحانه وتعالى. فحين نتكلم عن هكذا كان صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، نحن نعيش في مجتمع تذكر فيه مشاهد ومواقف كثيرة. فرجل يذكر الوفاق والوئام، وآخر يذكر الشقاق والطلاق والنشوز، زوجة تشكو من نشوز زوجها، وأخرى تذكر أنها على وئام وتفاهم وانسجام مع زوجها، رجل يشكر الله عز وجل ويذكر أنه يعيش مودة وسكينة ورحمة مع زوجته، وزوجة أخرى تقول أنا في سعادة أغبط عليها وفي نعمة قد أحسد عليها، في استقرار وأمان وراحة واطمئنان في حياتي. تذكر حالات كثيرة، وهنالك مراكز بحوث ودراسات وأصحاب اختصاص كتبوا في هذا المجال كثيرا، كتبوا عن ارتفاع نسب الطلاق في أكثر من دولة عربية وإسلامية، حتى وصلت عشرات الآلاف ومئات الآلاف بل ملايين من المطلقات والأرامل، ومن حالات النشوز عند الأزواج وحالات النشوز عند الزوجات. هذا كله يستدعي منا أن نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنتعلم منها فنون ومهارات التعامل مع الزوج، فنون ومهارات التعامل مع الزوجة، فهم نفسيات الزوج، فهم نفسيات الزوجة، كيف أكسب قلب زوجتي، وكيف تكسب زوجتي قلبي، كيف نعيش على درجة عالية من الوئام والتفاهم والمحبة والانسجام، أين المودة التي غابت من بيوتنا، أين الرحمة التي تلاشت من حياتنا، أين السكينة والاستقرار الذي أصبحنا نحلم به بعد أن عشنا عليه أشهر أو سنين. كل هذا له أسرار، لأن كل مشكلة لها حل، وأن كل دواء أو أن كل داء له دواء كما يقال. فكذلك مشكلاتنا هذه لها حلولها في الشريعة، ومعاناتنا هذه لها حلولها في الشريعة، وكل داء نعاني منه على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع لا شك أن له دواء وأن له طبا في هذه الشريعة الغراء على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم صلى الله عليه وسلم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وسنأخذ معكم أيها الأخوة الكرام مشهد من مشاهد سيرته، فانتظروا. كان صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، فإذا سألت عن السكينة فالسكينة عند محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وإذا سألت عن الرحمة فالرحمة عند محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وإذا سألت عن المودة فالمودة عند محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وإذا سألت عن التفاهم والوئام والانسجام تجدها عند محمد صلى الله عليه وسلم. ليس في سيرته مع زوجة من زوجاته، بل مع خديجة رضي الله عنها، مع عائشة رضي الله عنها، مع حفصة رضي الله عنها، مع زينب رضي الله عنها، مع كل زوجاته عليه الصلاة والسلام، فهو قدوتنا العظمى وأسوتنا المثلى بآبائنا وأمهاتنا هو عليه الصلاة والسلام. هكذا كان صلى الله عليه وسلم مع خديجة،
من هي خديجة رضي الله عنها؟ هي صاحبة السبق في دخولها للإسلام، هي صاحبة السبق في المودة والانسجام، هي صاحبة السبق في التضحية والفداء، هي صاحبة السبق في سيرتها العطرة النقاء مع سيد الأنبياء وتاج رؤوس الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أن عائشة رضي الله عنها ذكرتها ذات يوم وقالت: يا رسول الله، يعني ما تقول في عجوز حمراء الشدقين هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها؟ كانت تغار منها رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها لم تر خديجة أصلا، لكن لأنه من أحب شيئا أكثر من ذكره، فكان صلى الله عليه وسلم يحب خديجته ويقول: لقد رزقت حبها. فلهذا السبب كان يكثر من ذكرها وحسن الثناء عليها والوفاء معها حتى بعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها. فتقول له عائشة رضي الله عنها: يعني هي عجوز حمراء الشدقين هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها؟ يقول: لا، كلا والله، ما أبدلني الله خيرا منها. لماذا يا رسول الله؟ قال: يعني هي آوتني عندما طردني الناس، وواستني عندما حرمني الناس، ونصرتني عندما ظلمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون بقية النساء صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن جميع زوجاته وعن خديجة رضي الله عنها وأرضاها. إذن ما أبدلني الله خيرا منها. من هي خديجة؟ وما هي المواقف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام معها، وكيف كان تعامله معها؟ موقف من مواقفها معه أنها حين نزل عليه الوحي طمأنته صلى الله عليه وسلم وقالت له: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقر الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب يعني الدهر، يعني أنت كلك خير وكلك بركة، تصل الناس وترحم الناس وتواسي الناس وتعين الناس، فإذا كان الجزاء من جنس العمل فالله عز وجل لا يخزيك أبدا. من مواقفه عليه الصلاة والسلام أنه جاءته خديجة، فقبل أن تصل جاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، السلام يقرئك السلام، يعني الله عز وجل يسلم عليك، السلام يقرئك السلام ويقول لك: هذه خديجة قد جاءتك تحمل إناء فيه طعام أو فيه إدام، فإذا جاءتك فأقرئ عليها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يا ما هذه البشارة العظيمة، من الذي سلم، ومن الذي يحمل السلام، ومن الذي يوصل السلام، ومن الذي أرسل له السلام؟ الذي سلم هو الملك القدوس السلام، الله عز وجل. الذي ينقل السلام جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والذي وصل إليه السلام لينقله مرة أخرى هو محمد عليه الصلاة والسلام. لينقله لمن؟ لينقله لخديجة رضي الله عنها، فيقول لها: هذا جبريل قد جاءني ويقول لك السلام، السلام يقرئك السلام. قالت: ربي هو السلام، منه السلام وإليه السلام سبحانه وتعالى، يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هكذا كان صلى الله عليه وسلم مع خديجة، فكيف هو حالنا مع زوجاتنا؟ هكذا ينبغي أن نكون كما كان هو عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وعندنا تعليقات وإشارات من هذا الموقف. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهذا مشهد واحد من مشاهد سيرته الغراء الطيبة النقاء مع زوجته خديجة رمز الوفاء، ومع جميع زوجاته. لكن هكذا هي دقائق قليلة نأخذ فيها مشهدا من مشاهد السيرة. يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، هذا يبين لنا مكانة خديجة رضي الله عنها. لذلك لا غرابة أن يكون في ذاكرة محمد صلى الله عليه وسلم شيء اسمه أيام خديجة، أو شيء اسمه زمان خديجة. فحين جاءته تلك المرأة العجوز في فتح مكة، فبسط لها رداءه أو عباءته فجلست عليها وجعل يحدثها، فقالت له عائشة رضي الله عنها: من هذه المرأة العجوز التي شغلتك عن الناس؟ يعني لا ضير أن تحترمها وأن تهتم بها، لكن أنت قائد وأنت رسول وأنت قدوة وأنت في موطن تشريع، الناس ينتظرون منك قرار في فتح مكة، من هذه العجوز؟ قال: هذه امرأة كانت تأتينا على أيام خديجة يسألها: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية،
يعني غير اسمها إلى أفضل، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أحوالكم؟ يعني يسألها عن حالها، عن حال أهل بيتها، عن المدينة التي جاءت منها. لماذا؟ لأن ذكرياتها كانت مقترنة بذكريات خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت قال هذه امرأة كانت تأتينا على أيام خديجة أو في زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. يعني الوفاء مع الزوجة لا يكون في حياتها فحسب، بل حتى بعد موتها، كما أن الحال مع الوالدين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت. فكذلك الزوجة لا يقتصر الوفاء معها ولا المروءة معها ولا المحبة معها ولا المودة معها في حياتها فحسب، بل حتى بعد موتها. قال وإن حسن العهد من الإيمان. إذن خديجة لها مكانة رضي الله عنها وأرضاها حين كان هذا المشهد، أن جبريل يأتي من رب العزة سبحانه وتعالى يبلغ خديجة السلام، يبلغ خديجة السلام. إذن خديجة لها مكانة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. خديجة رضي الله عنها من أمهاتنا، لها مكانة في حياة الأمة، لها مكانة عند ربها سبحانه وتعالى. ثم قال وجبريل يبلغها السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يوصل هذا السلام، ثم يبشرها ببيت في الجنة. كأن الذي بشر آسيا بنت مزاحم ببيت هو الذي بشر خديجة بنت خويلد ببيت. آسيا بنت مزاحم قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فقال المفسرون أنها طلبت الجار قبل الدار، يعني قبل أن تطلب بيتا أو قصرا في الجنة طلبت جوار ربها سبحانه وتعالى، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وهنا الرحمن سبحانه وتعالى يبشر خديجة ببيت في الجنة، فلا شك أنها تحظى بجوار رب العزة وبالتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وبمرافقة رسوله الكريم الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم، ببيت في الجنة من قصب. والقصب هو هنا اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه ولا نصب. قال العلماء أن الله عز وجل بشرها ببيت في الجنة من قصب لأن لها يعني مميزات كثيرة، من بينها أنها حازت على سبق الدخول في الإسلام، هذا أمر. الأمر الآخر أنها انتظمت مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك زوجة قد تكون نكدية، قد تكون مشاكسة لزوجها، قد تكون معاكسة لزوجها. هو يصلي هي لا تصلي، هو يحب القرآن هي تكره القرآن، هو يسمع القرآن هي تسمع الغناء، هو يتابع البرامج الإسلامية الهادفة هي تتابع الأغاني الهابطة مثلا. فهذه تكون على الضد من زوجها، تكون منغصة لحياته. لكن خديجة رضي الله عنها كان لها سبق الدخول في الإسلام، وكان لها الانتظام مع حياة محمد صلى الله عليه وسلم. فما أراد خيرا إلا شجعته عليه، وما أصابه من ضر إلا صبرته، وما وقع عليه من ابتلاء إلا أعانته وثبتته بعد عون الله عز وجل وتثبيته. فإذا بشرت ببيت في الجنة من قصب، والقصب هو اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه ولا نصب. يعني كما أنها وفرت للداعية الأول ولختام المرسلين ولقدوة المعلمين وإمام المربين عليه الصلاة والسلام، كما أنها وفرت له أجواء مناسبة في هذا البيت، يعني خالية من الشوائب، خالية من المنغصات، خالية من المكدرات، حتى يتفرغ في ليله يصف قدميه وقوفا بين يدي الله عز وجل، راكعا ساجدا، قلبه ملؤه الخشوع وخده تسيل عليه الدموع، وفي نهاره جهاد في سبيل الله وتصريف أعمال الناس والعمل في شؤون الناس وسياستهم. وخديجة رضي الله عنها هي الحصن الآمن والملاذ اللطيف والمبارك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله كان الجزاء من جنس العمل، أن يكون لها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، كما أنها أعانت محمد صلى الله عليه وسلم بعد عون الله وتوفيقه أن تكون حياته لا صخب فيها ولا نصب، فبشرت ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. هكذا كان صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها، وهكذا كانت خديجة رضي الله عنها مع سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف سنكون نحن مع زوجاتنا، وكيف ستكون الزوجات مع أزواجهم؟ وفقنا الله وإياكم أن نتأسى بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ووفقنا الله وإياكم أن نقتدي بحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كان، على أمل أن نلتقي بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.